فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجواب على من يقول بأنه الآن ليس الناس بحاجة إلى الذهاب إلى المشائخ في المسجد، بل يكتفى بالأنترنت وسماع الأشرطة وقراءة الكتب؟ هذا مضلل، مثل اللي قلتم أنه يقول لا تدعون الناس إلى التوحيد. العلم ما يؤخذ إلا عن العلماء، ما هو يؤخذ عن الكتب ولا عن الأشرطة، يؤخذ عن العلماء. الكتب والأشرطة أول من اللي قالها، من اللي تكلم فيها، ما تدري وش ولا وش عقيدك، ده ما تدري هو عالم ولا ما هو بعالم. بعض الناس يحسن التحدث والكلام واللباقة لكن ما عنده علم، هو الكلام على حسن الأسلوب وحسن الكلام على العلم والفقه. الفقه تراه قليل الآن، الفقه قليل الآن في الناس، يكثر القرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يكثر القرى ويقل الفقهاء. المدار على الفقه ما هو على القراءة. والعلم لا يؤخذ من الكتب، الكتب فيها حق وباطل وفيها ضلال وفيها خطأ وصواب، ولا يميز هذا إلا العلماء الذين ينقدونها ويدينونها. أنت تقرأها ولا تدري، وتأخذها على علاتها، وربما تعتقد ضلالة وأنت ما تدري، فلا يجوز أبدا هذا. وهذا الذي يقول هالكلام هذا إما أنه جاهل مركب، وإما أنه مضلل يريد صرف الناس عن طلب العلم وأخذ العلم عن العلماء. نعم.